نتحدث اليوم عن حركة المياه الجوفية. كيف تتحرك المياه الجوفية في باطن الأرض؟ المياه الجوفية عندما تسكن الأرض أو عندما تكون موجودة في باطن الأرض لا بد أن تتحرك. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فهذا دلالة على أن المياه الجوفية الموجودة في باطن الأرض لا تبقى ساكنة أو ثابتة في مكان محدد، وإنما تتحرك. طبعا المياه الجوفية تتحرك من منطقة إلى أخرى وليس لها حدود جغرافية، ويمكن أن تزداد حركتها أو تقل تبعا لعدة ظروف. فالأجواء والمناخ يؤثر على حركة المياه الجوفية في باطن الأرض. كيف ذلك؟ مثلا في فصل الشتاء تزداد حركة المياه الجوفية، والسبب في ذلك طبعا معروف، هو سقوط الأمطار. ولكن في فصل الصيف مثلا تقل حركة المياه الجوفية في باطن الأرض، والسبب في ذلك هو ارتفاع الحرارة والتبخر الشديد. والمياه الجوفية تنتقل من المناطق التي تكون فيها كمية المياه الجوفية كبيرة إلى المناطق التي تكون فيها كمية المياه الجوفية قليلة، وأيضا تتحرك أيضا المياه الجوفية من المناطق المرتفعة إلى المناطق المنخفضة. طيب نتعرف الآن ماذا نعني بحركة المياه الجوفية. ماذا تعني حركة المياه الجوفية؟ أولا نتطرق إلى حركة المياه السطحية. المياه السطحية التي تكون على سطح الأرض تتحرك بسرعة، يعني تكون حركتها سريعة وأسرع من حركة المياه الجوفية. طبعا السبب معروف، وهو عدم وجود عوائق على سطح الأرض مثل في باطن الأرض، فتكون المياه الجوفية حركتها في باطن الأرض أبطأ. والسبب في ذلك كما ذكرنا احتكاكها بالصخور وبالعمليات الموجودة في باطن الأرض. وتتحرك المياه الجوفية في باطن الأرض بسرعة بطيئة، يعني لا تتوقع أنت أنها تتحرك بسرعة، يعني أنه ممكن تنتقل مثلا بشكل سريع، لا، بسرعة بطيئة تقدر، شوف سرعتها، بعدة سنتيمترات أو يعني يوميا أو عدة أمتار سنويا. وهذا راجع كما ذكرنا لأن المياه الجوفية تنساب عبر الصخور عن طريق مسارات طويلة وإيش ومتعرجة. فلأن المياه الجوفية تنساب عبر صخور وفيها مسارات طويلة ومتعرجة، فتكون حركة المياه الجوفية بطيئة، ونذكر أنها عدة سنتيمترات يوميا أو عدة أمتار تكون تقريبا سنويا. وحركة المياه الجوفية إما أن تكون في نطاق التهوية أو في نطاق التشبع. ماذا نعني بنطاق التهوية ونطاق التشبع؟ نعني بنطاق التهوية هو يعني من الاسم المسامات تكون مملوءة بالهواء، وهذه تكون في الطبقة السطحية للأرض، يعني الطبقة العلوية للأرض تكون مملوءة بالهواء، فهذا نطاق اللي هو التشبع الهوائي. فتكون المسامات زي ما ذكرنا مملوءة بالهواء. وهناك أيضا نطاق التشبع الآخر اللي هو نطاق التشبع، تكون المسامات مملوءة بالمياه اللي هي في باطن الأرض. فحركة المياه الجوفية في باطن الأرض تنقسم إلى قسمين. تكون حركة المياه الجوفية إما زي ما ذكرنا في نطاق التهوية، وهو النطاق العلوي أو الطبقة العلوية من الأرض، والحركة الأخرى هي حركة المياه الجوفية في نطاق التشبع. هذه كما تلاحظ أنت هذه عبارة عن نطاق التهوية، هذا عبارة عن الطبقة، هذه ما بكون فيها الطبقة مشبعة بالماء ولكنها تكون مشبعة بالهواء.
وتتحرك أيضا إلى النطاق الآخر، وهو اللي هو زي ما ذكرنا اللي هو نطاق التشبع، اللي بتكون الطبقة مشبعة بإيش؟ مشبعة بالماء. عندما تسقط الأمطار على سطح الأرض فإنها تنفذ عبر صخور منفذة إلى باطن الأرض وتصبح ماذا؟ مياه جوفية. طبعا زي ما ذكرنا في عنا منطقتين، في منطقة اسمها بريكوليشن، هاي المنطقة اللي انتم شايفينها هاي باللون البني، هذه المنطقة تنفذ منها المياه في نطاق التهوية وهي غير مملوءة بالمياه. بعد ذلك تتحرك المياه الى منطقة اخرى، هذه منطقة اللي بسميها ساتوريتد اريا، اللي منطقة ايش؟ التشبع. فالماء بعد سقوطه للخزان الجوفي الذي يخزن الماء بعد ذلك تبدأ حركته. إذا كان هناك طبعا حركات، فهناك حركة في نطاق التهوية كما ذكرنا، وحركة في نطاق اللي هو بسموه نطاق التشبع. طبعا الماء الجوفي أيضا قد يتحرك من مناطق مرتفعة إلى مناطق منخفضة في الخزان الجوفي، والماء الجوفي يتحرك باستمرار في باطن الأرض، وهناك أمور تؤثر على حركة الماء الجوفي. مثلا في عندك خصائص الخزان الصخري اللي هو المسامية والنفاذية، هذه من المؤثرات على حركة المياه الجوفية. وفي عندك التغذية والضخ، أي سحب الأمطار أو سقوط الأمطار. فسريان الماء الجوفي يعتمد على المنطقة التي يجري بها. فالماء الجوفي ينقسم لقسمين وحركته تنقسم إلى قسمين. هناك سريان بسموه سريان صفائحي أو خطي، كما أنتم ملاحظين هنا اللي هو مينرال فلو، كما تلاحظ جريان سطحي أو صفائحي أو خطي لامينار فلو، حيث أن الماء يسير في خطوط مستقيمة ومتوازية وغير متداخلة مع بعضها البعض، وتكون سرعة الماء بطيئة. ليش؟ لأن التكوين الصخري أو الخزان الصخري الذي يجري به الماء تكون مسامية دقيقة إلى متوسطة التحبب، مثل الحجر الرملي زي ما أنتم شايفين بالصورة هنا. هذا اللي هو عبارة عن اللي بسموه اللي هو الطبقة اللي بتكون يعني حبيباتها دقيقة إلى متوسطة، وبكون جريان الماء فيها طبعا بطرق متوازية وبطرق إيش؟ مستقيمة. في نوع آخر من الجريان هو بسموه الجريان المضطرب أو السريان الدواني، اللي هو هذا الجريان اللي هو بسموه تيربلانت فلو. هذا الجريان السطحي أو الجريان اللي هو آسف اللي هو الجريان المضطرب أو الجريان اللي هو الغير أو المتعرج، أن الماء يسير في خطوط متعرجة وجزيئات الماء زي ما أنت ملاحظ تتحرك في اتجاهات متداخلة، وتكون سرعة الجريان فيه أكبر. ليش؟ بسبب وجود شقوق وفجوات وفواصل، بمعنى أنه بتكون مسامات التحبب كبيرة، مثل إيش؟ مثل الكهوف الصخرية الجيرية أو الطبقات الجيرية زي ما أنتم شايفين هنا. هذه عبارة يكون فيها جريان الماء بشكل اللي هو مضطرب، اللي تيربلنت فلو، بيكون بشكل دوامي ومضطرب زي ما أنتم ملاحظين هنا. وحركة الماء الجوفي زي ما ذكرنا في الخزان الرملي تكون على شكل سريان صفائحي زي هذا، هذا الخزان الرملي على شكل سريان صفائحي. أما الصخور الجيرية فتكون على شكل إيش؟ سريان دوامي. إذا كان هذا هو عبارة عن حركة المياه الجوفية في باطن الأرض، وأرجو أن نكون قد تعرفنا على حركة هذه المياه الجوفية.